حالة شلل تام تضرب جميع مفاصل لبنان الذي باتت علامات انهياره أقرب من أي وقت مضى، مع دخول مؤسسات الدولة مرحلة الموت السريري بسبب الغضب الشعبي الذي ترجمه الإضراب المستمر لأكثر من شهر، احتجاجا على الأزمات السياسية والاقتصادية المتشعبة التي تشهدها البلاد وآخرها أزمة رغيف الخبز. ومع إقرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم تكبد البلاد خسائر تصل إلى 12 مليار ليرة يومياً بسبب إضراب موظفي القطاع العام ودعوته لإنهائه، إلا أن هذا الخيار غير متاح على طاولة اللبنانيين الغاضبين. احنا رايحين على كرسي اجتماعية، فعليا على كرسي اجتماعية. الشعب وصل لمرحلة ما بقى قادر يعبر حتى عن غضبه، عن وجعه، عم بفضل يروح ينتحر. عم نلاحظ حالات الانتحار عم تزيد. اليوم نحن جايين على كرسي كمان بطرقات لبنان اللي كل يوم عم نشوف فيها حوادث، لانه المواطن ما بقى قادر يصلح سيارته كلها بالفرنش دولار وهو ما قادر يصلحها. كله هذا عم بيؤدي لتدهور المجتمع، لانه نحن نوصل لمرحلة، لبنان حيوصل لمرحلة سوداء. مرحلة كارثية جديدة كما يصفها الشارع الغاضب تبخرت معها أي آمال بالتغيير بعد الانتخابات النيابية التي جرت في أيار الماضي من جراء استمرار سيطرة ذات الأحزاب السياسية لا سيما ميليشيا حزب الله على المشهد العام، بل ازداد الوضع سوءا في ظل صراع نهج المحاصصة الوزارية الذي يحول دون تشكيل الحكومة. وعلى الرغم من التبعات الاقتصادية لاستمرار التظاهرات والإضراب، لا يجد اللبنانيون الذين يقبع نحو 82% منهم تحت خط الفقر ما يخسرونه في هذه المعادلة. فالحل الذي يرجحه كثيرون من أجل انتشالهم من هذه الأزمات لا يمكن أن يأتي إلا بحركة شعبية عارمة تبعد الأحزاب السياسية عن مقاليد السلطة.